لمزيد انضم الينا عبر سكايب من باريس عضو لجنه الشؤون الخارجيه للمجلس الوطني الايراني الاستاذ موسى افشار. اهلا بكم استاذ موسى الى هذه الجوله الاخباريه. التظاهرات الايرانيه تدخل اسبوعها الثاني، الى اي مدى ترى ان المتظاهرين قادرون على مواصله الحراك؟ احييكم واحيي مشاهدي قناه الرافدين. حياك الله. وانا عضو في المجلس الوطني للمقاومه الايرانيه. إجابة إلى سؤالكم، لو سمحتم لي أن أعلق تعليق بسيط على التقرير الذي كنت قد عرضته قبل قليل على المشاهدين، وأشرت فيه إلى ما يسمى ظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني. في الحقيقة ليست هناك أي مظاهرة مؤيدة من قبل الشعب الإيراني للنظام الإيراني، بل كل ما هو موجود عبارة عن مظاهرات حكومية. نعم. مظاهرات حكومية يحشده نظام مرتزقته وعملائه وقوات المنتسبين هو الأمن الداخلي المرتبطة بها، وتزج بهم بالشوارع كمظاهرات مضادة لما تشهده محافظات المدن الإيرانية من المظاهرات العارمة والانتفاضة العارمة للشعب الإيراني. عودة إلى سؤالكم. نعم. كيف كم بإمكان استمرار هذه المظاهرة والمظاهرات وحالة الانتفاضة؟ أنا سمعتم لربما في تقارير بأن قائد قوات الحرس قال نحن سوف نقول كلمتنا يوم أمس، ونحن سوف يعني نقضي على المظاهرات في إيران. نعم. كلام حراء وكلام تام. لماذا؟ لأنه هذا الكلام تسمعونه بعد فشل النظام في ما تسمى بالمظاهرات المضادة، والنظام سجل فشلا سيئا جدا يوم عام عندما تحريك من الجمهور لما تسمى بعثار المظاهرات المضادة. وبعد ذلك خلال في اليوم الثامن اليوم من الاحتفال المبارك خلال هذه الايام قوات البسيط واجهت، شاهدنا قوات البسيط حاله التردد وحاله انشغالات داخل قوات البسيط وترك الخدمه وحتى الالتحاق. لكن هل هذه الانشقاقات في قوات البسيج، هناك حديث عن تعزيزات من قوات البسيج إلى المناطق الملتهبة؟ تحدث أنت كما تقول هناك انشقاقات في هذه القوات، ولكن عملية التعزيز لهذه القوات إلى أي مدى سينجح في إخماد هذه التظاهرات؟ هل التظاهرات ستخمد في إيران؟ هل ستنجح البسيج بإخماد هذه التظاهرات؟ أم أن الحرس الثوري الإيراني سيتدخل في قمع هذه التظاهرات؟ الجواب باختصار شديد لا وكلا، ولن يستطيع الحرس، لم تستطيع قوات الحرس وقوات البسيج إخماد المظاهرات كما حدثت في الحالات السابقة لسببين رئيسيين. فأرجو من جنابكم أن تسمحوا لي فقط شرح هذين السببين باختصار شديد. أولا، الرقعة الجغرافية لهذه المظاهرات متسعة، كل الاتصال بأرجاء إيران تشمل جميع محافظات الإيرانية وليس فقط المدن الكبرى، الحالة التي كانت في احتفاظ 2009 كانت متمركزة أكثر شيء في عاصمة طهران. لا. الآن جميع المدن الإيرانية وحتى البلدات الصغيرة مثلا بلدة شاه الشهر أو قحطرجان لديها عدد كبير من الشهداء وليس في المدن الكبرى حتى. لذلك أولا قوات النظام، قوات الحرس خاصة بالبسيج، سوف تدخل معركة استنزاف، معركة استنزاف بمساحة كل المساحة الإيرانية الشاسعة أولا. ثم إن قوات النظام، قوات الحرس تعاني من قدرة التعبئة البشرية. أنتم شاهدتم خلال الحرب السورية وخلال الحرب في اليمن بس خاصة سوريا، النظام الإيراني يأتي بقوات الأفغان من اللاجئين الأفغان فاطميون ومن باكستان، زينبيون ومن العراق، الفصائل التائفية الشيعية
تعفي للنظام تابع للنظام الايراني، حتى يعني يزيد شبهه في حرب سوريا. نظام ولايه الفقيه الحرس يواجه معزق في شعب البشريه بداخل ايران، لذلك حتى القوات المتبقيه للبسيج الان امام هذا الحشد الجماهيري الكبير من مواطنين الايرانيين الذين يشكلون جيرانهم ابناء عوائلهم عوائل البسيج الموجودين في كل حاره وفي كل مدينه، يعني المواجهه بين البسيج وبين ابناء الشعب صعب جدا، لان عدد كبير منهم ينضمون الى المواطنين والى الى المتظاهرين، وان النظام الان امام خيار امام خيارين احداهما المر، اذا زجد قوات الحرس ثوار ايران فانه سوف يواجه تسعيد كبير كسف الزيت على النار، وايضا معركه استنزاف ومساحه ايران وعم وكذلك. نعم استاذ موسى، لننتقل الى نقطه ثانيه. واشنطن تحدثت عن فرض عقوبات جديده على ايران بسبب قمع التظاهرات وما تقوم به من اعتقالات او عمليات قتل قد جرت على الاراضي الايرانيه، يعني الى اي مدى من الممكن القول بان التحركات الامريكيه مفيده للحراك الايراني؟ هل هناك الحكومه الايرانيه تقول بان هذه التظاهرات التي تخرج في المدن الايرانيه هي بسبب تدخلات أمريكية في الشؤون الإيرانية، ما تعليقك على ذلك؟ في الحقيقة المواقف الأمريكية المؤلمة جاءت عدة أيام بعد اندلاع المظاهرات في إيران. الشعب الإيراني لا ينتظر إعلام مواقف دولية حتى تتحرك، إنها تحركت بالانتفاضة الإيرانية، وبعد ذلك طبعا جاءت هذه المواقف. هذا أولا. ثانيا، داخل صفوف المتظاهرين الايرانيين والمتظاهرين والمواطنين الايرانيين لا يوجد سوى الشعب المصطحب وابناء الشعب الايراني الذين ذابوا ذرعا خلال اربع عقود، ليس هناك وجود خارجي اساسا في هذه المظاهرات، هذا كلام كذب تماما، وهذه هي ديدنة النظام الايراني ودعايات النظام الايراني لكي تنسب الى الخارج. لكن اهميه هذا المواقف الدوليه والمجتمع الدولي هي أهمية كبيرة، لأننا كمقاومة إيرانية التي نمثل الشعب الإيراني نحن نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه الأخلاقي والتزامه الأخلاقي والإنساني حيال ما يجري في إيران. هناك شعب أذل في الشوارع، وهناك آلة القمع من قبل النظام، وصح حقوق الإنسان وصح حقوق المواطن للتعبير عن ما يريده. فلذلك سيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية للمقاومة الإيرانية منذ عدة أشهر، وخاصة منذ بداية هذه المظاهرات، طالبت مجلس الأمن بدراسة ملف انتهاكات حقوق الإنسان. فلذلك نحن نطالب المجتمع الدولي، نطالب مجلس الأمن الدولي بالنظر وإدانة النظام الإيراني لانتهاك حقوق الإنسان، وأيضا اعلان شرعيه المقاومه الايرانيه ومطلب الشعب الايراني لاسقاط هذا النظام واحداث التغيير في ايران. نعم الاستاذ موسى افشار، عضو لجنه الشؤون الخارجيه للمجلس الوطني الايراني المعارض، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.